السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذة مستشفى بشرى مديرة مركز ينابيع المعرفة. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. اليوم بصدد افتتاح تسجيل الموسم الدراسي 2022-2023، وبهذه المناسبة كنرحب بجميع أولياء التلاميذ داخل مؤسستنا ينابيع المعرفة. ولتعريف المؤسسة ينابيع المعرفة، مؤسسة تربوية تعليمية ثقافية، والحمد لله أن المؤسسة في حصيلة في الأوينة الموسم ديال 2022 أنها امتازت بجديها ومصداقيتها وتعليمها التربوي، وهذا ما أنتج حصيلة تربوية جد جيدة لكل التلاميذ والتلميذات المنخرطين داخل المؤسسة. وبهذه المناسبة وهي افتتاح الموسم الدراسي الجديد، كنوجه الدعوة لكل الآباء وأولياء التلاميذ من أجل تسجيل التحصيل العلمي الجيد لأبنائنا. مركز ينابيع المعرفة يضم طاقم تقني تربوي ذو كفاءة عالية مخضرم وله تجربة كبيرة في الميدان التربوي. للإشارة، المركز يشمل المواد الآتية: التعليم الأولي، الحضانة، اللغات، والدعم والتقوية. بالنسبة للحضانة، الحضانة فيها الأمن والأمان والاستقرار بالنسبة للوليدات، وبالنسبة للطقم يعني راه الأم ملي كتكون ولدات وليداتها راه كتحس بداك التلميذ اللي كيجي لعندها، يعني حنا داك الطفل راه ولدنا قبل ما يكون ولد ديك ولد الأم اللي غتلتحق بينا. يعني تأكدي أختي العزيزة بأن ولدك غيكون في أمان عندنا. مؤسسة ينابيع المعرفة تشمل التعليم الأول أولي والثاني أولي بمنهجية بإطار المنهج الجديد، والدعم والتقوية لجميع المستويات: ابتدائي، إعدادي، ثانوي، واللغات فرنسية وعربية وإنجليزية. كما يتوفر المركز على طاقم تربوي جيد. مرحبا بالجميع. وفي الأخير كنطلب من أولياء أمور التلاميذ أنهم يلتحقوا بتسجيل الأبناء ديالهم داخل مؤسستنا، لأن المؤسسة تمتاز بطاقم تربوي جيد. وكنشكروا الأخ رشيد، نشكر جريدة إفادة على تغطية الحدث، وشكرا. السلام عليكم، معكم أستاذة حسنة مربية أجيال اللي عندها تجربة كبيرة ما يفوق 16 سنة. أول حاجة غنتكلم لكم على ينابيع المعرفة، ولكن بحكم تجربتي معهم والخدمة اللي خدمت معهم هي غنية بالتعريف. الحمد لله المستوى اللي كان نتمناه وتخدموا عليه ديما كنوصلوا ليه، ودائما ما كنتحاشموش مع لي كليون ديالنا، دائما كنوصلوا للنيفو اللي يرضينا ويرضي الله ويرضي الجميع. واول حاجة كنركزوا على التربية والتعليم، وتتمنى لينابيع المعرفة مسيرة موفقة ان شاء الله. اللي بغيت نقول لكم، حنا راه كما كتعرفوا بان حنا عندنا اقبال كبير، يعني كيجيونا الناس من حي شماعو، كيجيونا الناس من القريه، من حي السلام، الجهه ديالنا اللي هي حي بيعات، يعني من الرباط، يعني عندنا اقبال كبير. هذا كيدل على اننا كنوصلوا للنيفو اللي كيرضيهم. وكنقول لكم مرحبا بكم في هذه السنه المقبله، ومرحبا بوليداتكم اللي هما وليداتنا واللي حشمنا معكم. شكرا لجريده افاده، ومسيرة موفقة لكم ولينا إن شاء الله. السلام عليكم، أنا أم الأمهات اللي قرروا أولادهم في ينابيع المعرفة. ولدي التحق اليوم نسجلوا في ينابيع المعرفة. بالنسبة لي أنا قريت هنا جوج وليدات، وتبارك الله عندهم خبرة وتنطيق فيهم، وتبارك الله عندهم ما يقولوا. الصراحة تنحط ولدي في أمان، تنجلس في الدار وولدي في أمان، وتبارك الله القراية، وتنجي نراجع مع ولدي تلقى تبارك الله عارف كل شيء وفاهم. وعندي أنا وليداتي شوية تتخلعوا من المدرسة، والحمد لله ملي تجيب ولادي هنايا تيرتاحوا. وتنشكر المديرة بشرى وأستاذة حسنة وجميع الأطر اللي تقراو في هذه المؤسسة، وتنتمنى لهم مسيرة موفقة، وتنتمنى من جريدة الإفادة التوفيق. وهذا الشيء اللي نقول على المؤسسة. شكرا. السلام عليكم، معكم فريدة الحدار، مربية في التعليم الأول في مركز ينابيع المعرفة. هذه مدة 7 سنوات وأنا في هذه المؤسسة، والحمد لله هذه 7 سنوات احتضنت فيها أطفال، وليت كنحس بحال أنا الأم ديالهم. كتجي حتى في الخط العام ما كنقدرش نتفارق معاهم، سبحان الله. وبصادة هذا الموسم الجديد 2022-2023
كنقول الاباء يجيو يسجلوا وليداتهم في مؤسسه ينابيع المعرفه، ومرحبا بالجميع. السلام عليكم، انا اب ديال جوج وليدات قراو هنا في هذا المركز. مركز عشان نقول لك فيه اساتذه كفء، والمركز جا في واحد المنطقه اللي مخيره ومزيانه، والناس والمعلمين ديالها ولا الاساتذه ديالها ولا هذا كفء نيت وفي مستوى المطلوب. وليداتي الحمد لله قراو، والكبار كاع راه قراو هنا ولاو خداو الباك ديالهم، وهاد الصغار عاوتاني تبارك الله راه قاريين وقراو هنا. واش نقول لك، المركز في المستوى المطلوب. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد.